والهواء الخارجي. فالحكمة الإلهية هنا بيحصل التبادل بتاعه. فنحن إذا يعني الهواء دخلنا داخل الرئة كأكسجين، بيطلع من دم الإنسان ثاني أكسيد الكربون عبارة عن غاز سام. فالغاز السام ده المفروض برضه بنفس الكونسيكونس نفس الطريقة يطلع من الرئة من الحويصلات للشعيبات للشعب لحد ما يجي القصبة الهوائية لحد ما يطلع في حالة بتاع الزفير. لكن الزول بتاع الأزمة بيحصل ليش إنه دخول الهواء ما فوق مشكلة، مشكلته إنه يطلع. الخروج بتاع الهواء. طب الصفير بيجي من وين؟ أيوة. الصفير الصوت بيجي في أثناء الدخول ولا الخروج؟ الصفير بيطلع أثناء الخروج، لأنه أصلا الإنسان في حالة إنه الهواء طبيعيا بيمشي زي سريان الموية. يعني القوة بتاعت الهواء بتكون في الشعيبات الهوائية في المركز ماشية بطريقة بتاعت أعمدة طولية ماشية. ده في حالة الاستنشاق. في حالة الاستنشاق وفي حالة الزفير. الزفير يعني دخول الهواء والخروج بتاع الهواء بتاعه. لكن لما تحصل للشخص نوبات بتاعت ربو يحصل تضيق في دي، الهواء يعتبره كأنه الغصيبات والشعيبات دي زي الفلوت بتاع العزف. أيوه. فانت ما تكفي لواحد من اثنين ثلاثه فبيحصل تضيق ويتغير الصوت. طب بتعتبر حساسيه في الحته دي؟ ما هو اصلا يعني بالمعنى الواسع للناس المعروف حساسيه في الشعب او الشعيبات الهوائيه. الحساسيه دي ما عباره عن ماده كلها تعني امراض الجلديه في الجسم كله. لكن دي تعتبر حساسيه في جزء معين من الجهاز بتاع جسم الإنسان زي جهاز التنفس.